سفراء الرسول، بنتكلم عن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي ثوبان. سيدنا ثوبان كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متعود كل يوم إن هو يجي النبي أو يرجع على بيته على المغرب على العشاء وقت زي كده. ففي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر في العودة لبيته، ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر سيدنا ثوبان بكى بكاء شديدا وكان زعلان جدا ومتضايق جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال له: يا ثوبان، ما يبكيك؟ أنت بتبكي ليه؟ أنت متأثر ليه؟ إيه المشكلة؟ طب يا ترى يا ثوبان فيها مشكلة حصلت؟ في حد مات؟ في حاجة؟ فقال ثوبان: أوحشتني يا رسول الله، أنت وحشتني قوي، أنا كان نفسي أشوفك من شوية بس أنت تأخرت النهاردة، فلما تأخرت أنت وحشتني قوي. قال: أوحشتني يا رسول الله. قال: يا ثوبان، ما يدريك أن تكون معي في الجنة؟ أنت هتكون تدخل الجنة، يعني أنا بطمنك إن شاء الله تدخل الجنة. فبكى ثوبان وقال: يا رسول الله، ما قيمة الجنة أن أدخلها ولم أكن بجوارك فيها؟ إيه قيمة الجنة إن أنا أدخلها بس ما كنتش جنبك في جوارك وفي صحبتك صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له النبي: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة بمثل هذا الكلام، فعلا يحشر المرء مع من أحب. بس الحسن البصري بيقول: خلي بالكم، غير المسلمين بيحبوا أنبيائهم، ولكن الرد الفعل أو الأصل في الكلمة إن أنت تكون بتحبه بس بفعلك، مش مجرد إن أنا بحب بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده أنا بحبه وبتمسك بمنهجه وبتقن شغلي وبر أبويا وأمي وبذاكر كويس وبنجح في عملي وعندي هدف وعايز أشجع الناس إنها تعمل حاجة كويسة ويكون عندها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يحشر المرء مع من أحب. يا ترى أنت وحشك النبي زي ما كان ثوبان بيبكي؟ هل يا ترى انت قعدت في يوم تقول: يا رسول، انت وحشنا قوي، نفسي اشوفك، انا بتمنى اشوفك، انا نفسي اكون معاك؟ هل يا ترى انت مشتاق تروح تزوره في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى انت عمال تدور على اليوم اللي بتتمنى تشوفه في المنام؟ يا رب رزقنا كلنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. احنا عايزين ندور فعلا على القصص دي عشان نتعلم منها. لذلك زيد ابن الدثنة لما كان بيتعذب من أبو سفيان، وكان لسه أبو سفيان كان لسه على الكفر، فكان يعذب زيد عذابا شديدا، وكان زيد يستحمل ويتحمل. ففي مرة ناداه أبو سفيان وقال: يا زيد، أتريد أن تكون آمنا بين أهلك وزوجك ومالك وأولادك ومحمد مكانك؟ ترضى سيبك تبقى آمن ما بينهم، ولادك وزوجتك وأولادك والكلام ده، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي مكانك؟ فكان يقول زيد: لا، ولا أن يشاك شوكة واحدة، لا طبعا، ولو حتى لمجرد شوكة بس النبي يتشكها، أبدا، أنا ضحي بنفسي من أجل حب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك خلي بالكم، كلنا بنحب النبي قوي، وأنا قلتها لكم في حلقة قبل كده بس أعيدها لكم تاني. لما ثابت البناني اللي حماه سيدنا أنس بن مالك وكان قاعد معاه في مرة من المرات، فبيقول له: يا أنس، أرأيت النبي؟ فبكى أنس وقال: رأيته وخدمته. فقال ثابت البناني: يا أنس، أعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله أقبلهما. يا سلام على الحب اللي يدخل القلب، اللي يدخل جوه يرطب قلبك ويشيل منه المعاصي والشهوات والذنوب، اللي يدخل جوه يخليك تعدل أخلاقك، طب يعني عشان تتبع به النبي وتمشي على منهجه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، أنس ولا زوج بنته، لا، ده كمان أم سيدنا أنس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعتبر زي خالته، لما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من النوع اللي بيعرق وهو نايم زي ناس كتيرة، فكان النبي يعرق من شدة الحر، ولما كان النبي بيعرق من شدة الحر كانت أم سيدنا أنس تجيب يعني كوة كده، يعني كأنها حاجة زي الكوباية، وتحط فيها عرق النبي، يعني تمسح عرق النبي وتحطه في الكوباية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب: انت يعني ماذا تفعلون؟ انتم بتعملوا ايه؟ فكانت تقول: يا رسول الله، هذا عرقك، ده العرق بتاعك، ونحن نخلطه بعطرنا ومسكنا، ده احنا بنخلط العرق بتاعك بالمسك بتاعنا لانه من اطيب الطيب. ايه الحب ده والجمال ده؟ هل قلوبنا اتحركت شويه؟ هل احنا بجد بنحب النبي قوي 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 للدرجه دي؟ ايوه احنا بنحبه قوي، بس احنا عايزين نمسك في سنته قوي عشان نقرب منه اكتر، علشان نروح له اكتر. ما تنسوش سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة لما كان عطشان جدا، والنبي كمان كان عطشان جدا، وقابلهم راعي غنم بمزقة لبن، يعني ببق بس يشرب منه يدوبك شوية لبن صغيرين،
فسيدنا أبو بكر النبي هو اللي شرب صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رغم أنه مش هو اللي بيشرب يقول أبو بكر فشرب النبي وشرب النبي حتى ارتويت. أبو بكر اللي ارتوى بس النبي هو اللي شرب. فعلا هو ده الحب، هو ده الصدق فيه، ده مش مجرد كلام، الحب فعل، الحب حقيقة، الحب أن أنت تثبت لنفسك الأول قبل ما تثبت لغيرك أن أنت فعلا على منهج النبي وعلى منهجه وعلى سنته بجد، أن أنت تكون نموذج جميل وتكون نموذج رائع لمنهج النبي وسنته واتباعه، وفعلا نكون سفراء للرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى بقالك كتير ما صليتش على النبي؟ أنا الأوان دلوقتي تصلى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. سلموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل هنكون من الناس اللي ربنا مختارها دلوقتي بتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هنكون الناس دي؟ هل هنكون من الناس اللي ربنا اختارهم يصلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ احنا كلنا محتاجين نفكر من جديد ونحب النبي قوي ونقف مع نفسنا وقفة كبيرة قوي. هل احنا بنحبه بجد؟ وهل احنا بنحبه بصدق؟ مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبيقول للصحابة اجلسوا، فسيدنا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل والجميل كان موجود بعيد في الصحراء، فسمع صدى صوت النبي في المسجد اجلسوا، فجلس مكانه. قعد مكانه الظهر في عز الحر على الرمل الملتهبة، قعد استحمل لحد ما النبي خلص كلامه. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم خلص كلامه سيدنا عبد الله بن رواحة راح للمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان سيدنا عبد الله بن رواحة قعد في مكانه في الحر، فناداله النبي قال: يا ابن رواحة، ما حملك على ما صنعت؟ انت ليه قعدت في المسجد؟ ليه قعدت في الصحراء والكلام مش ليك، الكلام للصحابه في المسجد؟ ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، ما استطعت ان تسمع اذني منك كلمه واحده ولا انفذها. ما اقدرش وداني تسمع منك كلمه واحده وما نفذهاش. احفظوها يا جماعه الجمله دي واكتبوها بميه الذهب. فعلا ما ينفعش وداني تسمع كلمه من النبي وما عملهاش. كم كلمة سمعناها عن النبي وما عملناش بيها؟ كم كلمة غفلنا عنها أو طنشناها أو كسلنا عنها؟ ما استطعت أن تسمع أذني منك كلمة واحدة فلا أنفذها. فدعا له النبي ودعا لكل واحد هيقول الكلام ده وهيعاهد ربنا على كده. قال له النبي: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا لازم لما وداني تسمع كلمة نفذها، ولازم لما وداني تسمع كلمة أقول: يا رسول الله أنا بسمع كلامك، أنا متبع سنتك، أنا ماسك في سنتك قوي. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في مرة من المرات بيقرأ الحديث على في كتاب الموطأ، فيصيب العقرب 13 مرة، فيجدوا أن كل مرة من 13 مرة يقول أي بس بيكتمها شوية في وجع شديد. فبعد أن انتهى فبيقولوا له: إيه اللي حصل؟ فقال إن كان في عقرب قرصني 13 مرة. طب أنت ما وقفتش الكلام ليه؟ فقال: أقطع حديث الحبيب من أجل نفسي؟ بقى أنا أقف عن كلام النبي علشان نفسي، علشان أنا اتوجعت شوية؟ هو ده الحب اللي بجد. تعالوا دلوقتي نروح لفاصل، مش لفاصل، تعالوا نروح لتقرير، هنسمع قالوا فيه إيه في رسالة حبهم للنبي كانت بتقول إيه، وهنرجع نكمل. فخليكم معانا، لسه عندنا كلام كتير.